عنوان تركيا تسعى لترسيخ حلفها مع إيران، نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تقريراً عن الرابط القوي الذي يجمع البلدين، حيث استقبلت تركيا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في إشارة إلى رغبتها المتزايدة بالعمل بشكل وثيق مع طهران ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. مواجهة النفوذ الأمريكي مصلحة مشتركة بين طهران وأنقرة، وتعمل عليه الأخيرة منذ سنوات حين قررت توطيد علاقاتها بروسيا أيضا. وفي تعليقه على الزيارة اعتبر ظريف أنها كانت بناءة وودية ومثمرة، وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني اللقاء بين الطرفين يشير إلى أن دفع تركيا الأخير بأذربيجان لمحاربة الأرمينيين سينتهي بتعاون كل من أنقرة وموسكو وطهران في تلك المنطقة لتقسيمها إلى مراكز نفوذ كما حصل في سوريا وليبيا.